مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة مع برنامج ضيف خاص، لكي نناقش مجموعة من القضايا والمحاور التي تتعلق في ما يسمى ما بعد كارثة فيضانات الدار البيضاء. ولكي نناقش هذا الموضوع بتشعباته في مجموعة من المجالات، خاصة منها الاقتصادية والمرتبطة بالبنية التحتية للمدينة التي تعرضت إثر الفيضانات التي عاشتها مدينة الدار البيضاء في 5 و 6 يناير الجاري. ولكي نناقش هذا الموضوع نستضيف الإعلامي الشهير الأستاذ عبد الرحيم الأريري. والأستاذ عبد الرحيم الأريري كما هو معلوم هو مدير أسبوعية الوطن وموقع أنفاس بريس. أستاذ الأريري صباح الخير ومرحبا بك. شكرا سي جمال، وكنشكر الإخوة في هيئة التحرير شوف تيفي. مرحبا بك، دارك الثانية سي بارك الله الأريري. فيك. بارك الله فيك. أول ما يتبادر إلى الذهن سي الأريري هو أن نتابعنا واحد الفيديو اللي شخص فيه إلى حد ما الوضع ديال مدينة الدار البيضاء، وكانت هناك واحد الكلمة التي أعتبرها مدخلا لهذا الحوار، وقلت على أن البيضاويون يعيشون حالة من اليتم بعد الجائحة التي بعد الفيضانات التي غطت مجموعة من الأحياء والشوارع بمدينة الدار البيضاء. نعم، هل يمكن أن تصف كيف هو اليتم الذي يعيشه البيضاويون؟ طبعا طبعا الدار البيضاء تعيش حالة يتم بسبب ليس فقط غير الفيضانات، بل بسبب مجموعة من الكوارث التي حلت بمدينة الدار البيضاء لسبب بسيط، هو أنه يعني القانون والدستور يعني منح يعني تدبير شؤون الدار البيضاء كما منح شؤون تدبير الجماعات المحلية كلها إلى مجالس منتخبة، لكن للأسف الشديد يعني مدينة الدار البيضاء اقتليت بمجلس ليست له الكبدة على مدينة الدار البيضاء، لدرجة أن العمدة الذي يسير مدينة الدار البيضاء لا يعرف بأن بين يديه واحد المدينة تعتبر كنزا، حيث الدار البيضاء كتمثل تقريبا 33% من الناتج الداخلي الخام. فلا يعقل أن عمدة يعني يسير مدينة بهذا الحجم وبهذا الثقل الاقتصادي ليساوي 10 أو 12 وزارة تقريبا في المغرب، ولكن للأسف الشديد هو غائب على الرادار وغائب على المشهد، بحيث أن 5 سنين دازت والرأي العام البيضاوي ما كيعرفش تسمية العمدة. يعني من العار ومن من 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 الشماتة أن تكون مدينة بهذا الحجم والسكان ولا يعرفون حتى اسم العمدة. هذا من جهة. من جهة ثانية اليتم ترتب على المدى، هو أن العمدة الذي تخلى عن اختصاصاته وعطل مهامه، يعني القانون احتاط وتنبأ لهذه المشاكل فنص على أن الوالي هو الذي يحل محل يعني العمدة لممارسة أولا الوصاية ثم ثانيا لضمان السير العادل للمرافق، لكن للأسف الشديد أن العمدة عطل مهامه والوالي ديال الدار البيضاء أيضا عطل اختصاصه ولم يمارس الدور الذي كان عليه أن يمارسه ألا وهو الوصاية على المجلس وتنفيذ القانون المنصوص عليه في 145 الفصل 145 من الدستور. من هنا يعني أن المسؤولين يعني الذين يسيرون الشأن البيضاوي يعني إما الجهاز المنتخب أو الجهاز الترابي لم يكن حاضرا في هذه المأساة وهذه المحنة التي عاشوها البيضاويين. من هنا قولي ان بيضاوة عاشوا يعرفون حاله ديال اليوسف. نعم، هذا غياب التواصل الذي يعني لاحظناه وشاهدناه جراء ما بعد الفيضانات اللي ضربت المدينه في 5 و 6 يناير، يعني كيطرح السؤال، وحتى يعني في الخرجات ديالك قلت على ان عمده المدينه المنتمي الى حزب العداله والتنميه الحاكم الذي يقود الحكومه يعيش دوله وسط الدوله. هذا الكلام هذا يخيف قليل ما الكلام. لا 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 يخيف. نعم. لا يخيف ابدا، بالنظر الى ان حزب العداله والتنميه الذي يحكم مدينه الدار البيضاء اذا قارنا يعني الوضع الذي تعيشه المدينه حاليا مع تاريخ تجارب المحليه منذ استقلال المغرب الى الان، سنجد بان مدينه الدار البيضاء لم تفرح بهذه الوضعيه بمثل ما هو عليه الحال بالنسبه للعمده عزيز العماري. في المجالس السابقه كانت كل يعني الهيئات السياسيه التي تسير المدينه تتضرع بكون الاحزاب الموجوده في البرلمان او الاحزاب المسؤوله في الحكومه يعني كدير العصا في الرويضه، ما بغاش المدينه ديال الدار البيضاء تقوم لها قائمه خوفا من ان العمده ديالها يصبح له واحد الواجهه معينه. لكن للاسف حاليا العمده ديال مدينه الدار البيضاء يتمتع باغلبيه مريحه في المجلس، جوج يتمتع باغلبيه مريحه في المقاطعات ديال 16 الدار البيضاء، ثالثا البرلمان يتحكم فيه الحزب الذي ينتمي اليه العمده يعني حزب بي جي دي، رئاسه الحكومه التي تسير الشؤون العامه ديال الدوله
هي ايضا بيد حزب البي جي دي، وبالتالي لا يوجد اي مبرر امام العملاء ليقول بانه حقا راه ما عنديش الامكانيات القانونيه، لا ما عنديش الامكانيات الماليه، لا راه الملفات تتعرض للتعثر او ما شكل ذلك. لكن للاسف الشديد كما قلت، واحد الانسان جتي التيران وعطيتيه الكره وعطيتيه البيلانتي والجول خاوي ما كاين حتى واحد، ومع ذلك ما ماركاش البيت. يعني هذه هي الشمته اللي عاشوها مدينه الدار البيضاء مع العمده العماري. للاسف يعني للاشاره مشاهدي قناه شوف تي في، يمكن لكم ربط الاتصال معنا وعبر الرقم الهاتفي الذي يظهر على الشاشه لكي تتفاعلوا معنا في هذا الحوار. اعود اليك السي الاريري، وانت تتحدث يعني خرج السي العمده السي عبد العزيز العماري، وخرج في يعني خروج اعلامي في القناه الثانيه دوزام، وقال على انه وظيفته تتمثل في ايصال شكاوى والمواطنين والبيضاويين الى الشركه المكلفه. هذه قمه احتقار الذكاء ديال المغاربه، وده قمه استبلاد الذكاء ديال البيضاوه. علاش؟ حيت العمده يعني ما بقاش يعني ساعي بريد، حيت الا كنتي انت دورك هو ان نجيب الشكايه ديال المواطن ونعطيها لك، وانت تحيلها على مرؤوسين ديالك، حيت لذاك هي اصلا راها مرؤوسه ديال العمده. والخطير في الامر هو ان العمده يحاول ان يوهم الراي العام ان شركه ليديك مستقله عن العام، عن التدبير العام للمدينه، لان تدبير المدن في المغرب يتم باحدى الاشكال القانونيه الاربعه التاليه: اما بشكل مباشر ان الجامعه تسير المرفق بشكل مباشر، واما ان تسير عن طريق وكاله، كتخلق واحد وكاله مستقله يعني اندريجي لتسيير الموضه ولا الطوبيس ولا ما شكل ذلك، واما عن طريق محل امتياز بحال كيف مدينه في الطوبيس، واما وهذا هو الحاله ديال مرفق الماء والكهرباء عن طريق التدبير المفوض. ايا كان الشكل من هذه الاشكال، انت كعمده هو المسؤول الاول الذي يتحكم في كل القرارات وفي الشاده والفاده من جهه، من جهه ثانيه انت التي تترأس الاجتماعات وتترأس اللجنه الدائمه المكلفه بالمراقبه. وهنا يتساءل المرء كيف ان هذا العمده يجي ويستبلد الراي العام ويقول لك لا حقا جيبوا لي الشكايات انا غادي نحولها. اذا كانت في هذه الحاله اللهم نديروا اعلان طلب عروض دولي يعني ديال التدبير المفوض، ليس لتدبير المرافق، لا تدبير مفوض في بلاصه العمده، ونجيبوا عمده من سنغافوره ولا نجيبوا عمده من كوريا ولا نجيبوا عمده من السويد. علاش؟ حيت هاد العمده بشحال كيطلع على بيضاوه؟ كيطلع عليه بخمسة المليار تعويضات ديالو والنواب ديالو والفريق ديالو. كتعرف بان العمده يعني في التجربه السابقه كان ياخذ فقط واحد التعويض بسيط ديال 6000 درهم، لكن ملي جاء حزب بي جي دي ضغطوا بكل ما اوتوا من قوه باش يرفعوا من الريع، فاصبح العمده يتقاضى 30000 درهم شهريا. ليس هذا وحسب، لان العمده يتقاضى هذا المبلغ زائد النواب ديالو واللجان ورؤساء اللجان اللي معاه ورؤساء المقاطعات في السنه يتقاضون ريعا يصل الى 8 مليون ديال الدرهم. اذا اضفنا اليها التعويضات ديالهم ديال التنقل خارج المملكه والتعويضات ديالهم داخل المملكه والاسورونس اللي كنخلصوا عليهم، يعني المغاربه ما مسؤولينش على ديورهم، المغاربه ما مسؤولينش على الطروبيلات ديالهم، المغاربه ما مسؤولينش على المعامل ديالهم، في حين ان العمده والمنتخبين ديالهم كنسوريو عليهم حنا بيضاوه 50 مليون في الشهر في العام عفوا. فملي كنجمع الريع الاول مع الريع الثاني كنطيح تقريبا في واحد المليار اللي انا كبيضاوي كنعطيها ليهم. مقابل ماذا؟ مقابل ان يتولوا تدبير الشان العام ديال المدينه. في الولايه التشريعيه كتوصل لهذا الريع الى 5 المليار. الا كنت انا كمدينه كنعطي 5 المليار والنتيجه كنشوفها قدامي، لا طوبيس زين، لا ازبال مزوزه، لا جرادي، لا كورنيش في المستوى، لا حركه سير وجوانا مخيره، لا تروطوار زين، لا حتى حاجه، لا فيضانات مقاده الى اخره. اذا علاش انا نقرا على 5 المليار؟ اللهم ندير ابل دوفر انترناسيونال ونجيب عمده من السويد ولا نجيبه من كوريا ولا من سنغافوره وهو اللي يسير لي المدينه. او وهذا موقفي الشخصي كتبته وادافع عنه، نجيب سيدي جينيرال ونحطه في مدينه الدار البيضاء يسير لي المدينه. سناتي الى هذا المقترح، سناتي الى المقترح السي الاريري، وهو مقترح اللي فيه سيجلب الكثير من القيل والقال. نعود الى الوضع في مدينه الدار البيضاء والتي يعني بعد الفيضانات اللي عشتها المدينه والتي تصادفت مع اليوم الوطني لمكافحه الفساد الذي اعلنت عنه الحكومه سعد الدين العثماني. فهاد الظرفيه هذه اللي وانت تفضلت وقلت على ان يعني 33 مليار ذهبت هباء منثورا بفضل اربعه ديال الزغمات حسب كيف ما قلت. تماما بالفعل. علاش؟ لانه كنعرفوا بانه مدينه الدار البيضاء كما قلت هي الرافعه التي تجر باقي التراب الوطني نحو الاعلى. نعم. ونص عليها يعني الميثاق الوطني لاعداد التراب الوطني. يعني انه لما يعني في 2000 فتحنا هذا الورش ديال اعداد التراب الوطني وفتحت نقاشات على المستوى الوطني، استقر الراي العام في 2004 لما تاسس المجلس الاعلى لاعداد التراب الوطني على اساس انه المغرب لن تقوم له قائمه الا اذا
تم اصلاح الاعطاب الكبرى ديال مدينه الدار البيضاء. وتاسيسا على هذه الرؤيه يعني السلطات العموميه المركزيه ضخت كل ما امكننا من الموارد الماليه لمدينه الدار البيضاء حتى يعني تقوم بدورها الوظيفي الريادي لجر التراب الوطني. لكن للاسف الشديد يعني الكوستيم كان كبر من المسؤولين اللي كيسيروا مدينه الدار البيضاء، حيث كما قلت لك ان العمده الكاليبر ديالو ضعيف للاسف الشديد. يعني عطيتك مثال ميتافور ديال انه انسان جديد التيران وعطيتيه بيلانتي والتيران والبول خاوي الشبكه خاويه وما ماركاش. هذا هو العطب الكبير ديال مدينه الدار البيضاء. والعطب الثاني هو انه للاسف الشديد الولي حتى هو الكاليبر ديالو ضعيف، ماشي في ماشي في ماشي هاد في هاد هاد الغياب هذا. وحنا هنا في قناه شوف تي في يعني سجلنا مجموعه ديال الضحايا والاسر اللي تضررات من 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 الفيضانات ديال 65 يناير، والتي طالبت بشكل مباشر بتدخل الملكي من اجل انقاذهم من وضع الكارثي. هذا شق ديال القفز على المؤسسات الوسيطه اللي من المفترض انها تقوم بالدور ديالها، في حين ان كما قلتي انه كان الكاليبر ديالها ضعيف. لكن السؤال اللي كيتوجه لكم هو لماذا تكيلون كل هذه الانتقادات الى حزب العداله والتنميه في شخص عبد العزيز العمري عمده المدينه، وهو يقول على ان الوضع ديال مدينه الدار البيضاء ماشي هو بوحده اللي كيتحمل مسؤوليته، ولكن هناك مجموعه ديال العموديات التي يعني 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 توالت على تسيير هذه المدينه، وانه هو الحلقه الاخيره وكتوجه ليه بشكل مباشر التهمه وكانه هو اللي كيتحمل الوضع ديال المدينه كلها. لا 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 كذوب، لا كذوب. علاش؟ لانه كما قلت يعني اولا المهدى الفيضانات ديال 5 و6 يناير ما جاتش على بغته. الارصاد الجويه انذرت السلطات العموميه على المستوى الوطني كله بانه في التلدات راه غدا تكون الشتاء بواحد الصبيب معين في واحد مجموعه من المناطق. يعني الانسان فروض الاطفال في دوله غربيه تعرف بانه ملي كتجيني النشره كندير الاحتياطات ديالي اللازمه. هادو ما داروش الاحتياطات ديالهم الاولى. الثانيه حنا كنعيشوا كوفيد، يعني كورونا ما استفدناش من الدرس. الوالي كان هز ستيلو ويكتب واحد القرار ولائي بانه نهار 5 ونهار 6 ما غاداش تكون القرايه، ما غاداش تكون الخدمه، على الاقل كما قلت يعني ماشي غادي يحبس هو الشتاء تدابير احترازيه، ولكن على الاقل ديك لابانيك جينيرال ما غاداش تكون في الدار البيضاء. علاش؟ لان في الدار البيضاء كتسركل تقريبا واحد 2,500,000 ديال الطوبيلات، زيد على لي ترونزيتير اللي كيدخلوا لمدينه الدار البيضاء واحد 1,000,000، هي 3,500,000 نهار لو 5 كدور في مدينه الدار البيضاء. فلو انا كوالي اخذت قرارا استباقيا بعدم دراسه وبعدم العمل، على الاقل غنسولاجي المدينه من واحد الثلثين ديال حركه السير. الناس غيبقاو في ديورهم بعد ما غيتخلعوش لاولادهم ولازواجهم ومراواتهم وخواتهم الى اخره. ومن جهه ثانيه السلطات العموميه الاخرى التقنيه المكلفه بتدبير الفضاء العام، يعني البوليس، الاعوان ديال سميتو ديال الوقايه المدنيه، الاعوان ديال المكلفين بالمرافق يعني ديال الواد الحار الى اخره، ما غتكونش عندهم واحد لاشارج يعني رهيبه وثقيله جدا. وبالتالي انت كمسؤول غادي تجيري لا سيتياسيون في واحد السياق اللي رزين ومتعقل. اذا هذا من جهه. من جهه ثالثه هو انه الدار البيضاء يعني عاشت فيضان فظيع في 2010، وتاسيسا على ذاك الفيضان ديال 2010 تم تسطير مجموعه من الاوراش ومجموعه من البرامج كان يفترض ان تكون خارجه يعني يعني خرجت الوجود، ونحن الان في 2020 وهذه المشاريع سطرت في 2014 وفيها مجموعه من النقاط السوداء التي يتعين ان توفر لها الشبكه المطريه. وساعطيك بعض الامثله. يعني الاحياء الخطيره التي عانت كثيرا، عندنا حي الساسفه وعندنا الحي ديال المنطقه الشرقيه، انا ما كنسميهاش حي كنسميها المنطقه الشرقيه اللي كتشمل البرنوسي وعين السبع. ثم عندنا المنطقه ديال مولاي رشيد، ويا للصدف يا للصدف الماكره، هذه المناطق التي كانت هي المنكوبه نهار الفيضان هي التي تدر الدخل وتدر الثروه على البلاد. لماذا؟ لان الاحياء الصناعيه المهمه توجد في مولاي رشيد، وتوجد في البرنوسي عين السبع، وتوجد في الساسفه. او تعلم بان الدار البيضاء كما قلت قبيله يمثل الناتج الداخلي الخام ديال 33% على المستوى الوطني. هذه الاحياء الثلاثه مجتمعه تمثل لوحدها 20% من الناتج الداخلي الخام. والمفارقه ان هذه الاحياء التي هز الخزينه العامه ديال الدوله هي اللي عرفها النقص الفظيع على مستوى لو كنت انت عمده وانت والي، يعني عندك دره قليله من الوطنيه وعندك شويه الكبده، ماشي كبده بزاف، كبده صغيره المدينه، غتقول تيان من عندي واحد طابلو دبور مصايب في 2014، الفلوس ديالو كاينه، المونتاج المالي ديالو كاين، المونتاج المؤسساتي ديالو كاين، فخصني نباشر ورجليا في الغيس كل نهار تنخرج ولا انام حتى كنسهر على سير العادي ديال هاد الاوراش. هذا من جهه. من جهه ثالثه
الشركه ديال ليدات ولا المكتب الوطني للكهرباء، ما نساوش راه المكتب الوطني للكهرباء يتحكموا في الضحيه ديال الدار البيضاء، كيصيفطوا واحد الطابلو يعني دوريا كيصيفطوه للوالي وكيصيفطوه للعمده وكيصيفطوه للمقاطعات وكيصيفطوه للعمالات العمال ديال العمالات. فانا كوالي ولا كعمده ملي كيجيني داك الطابلو خاصني نمشي نصيفط للمراقبين دوريا باش تحقق هل فعلا اللي داكل وينو داروا الخدمه ديالهم ام لا داروش خدمه. داروا الخدمه امين، ما داروش الخدمه كنكون انا واقف كمجلس وكولايه على السير السليم ديال المرافق وتفعيل مبدا. وللاسف الشديد الناس يعني فهمتي مريحين في الكنبات ديالهم في الارائك ديالهم وعندهم 5000 ديال التليكوموند، هذه ديال الرويد، هاد التليكوموند ديال الريدوات، هاد التليكوموند ديال الموسيقى، هاد التليكوموند ديال السخونيه الى اخره، وما عندهمش كما قلت يعني حد الغيره على انهم يباشروا المشاكل ديال المدينه ويوقفوا عليها الى اخره. من بين يعني الكوارث التي عاشتها ايتام مدينه الدار البيضاء واللي يعني الفيضانات لم تلحق فقط الاحياء بل لحقت حتى الموتى، وشفنا الفضيحه ديال المقابر ديال مدينه الدار البيضاء اللي عرتها يعني، وكاين اللي ما باقي ما بناش عليه ولقى القبر ديال الاب ديالو ولا الام ديالو ولا الاخ ديالو. لا طبيعه الحال علاش لانه كما قلت لك اخويا جمال، هو ان يعني انه في يعني في الابجديات ديال التعمير لما افتح واحد المنطقه في وجه التعمير يعني، وبلا ننسى غنفتح واحد القوس بان المشرع في 2010 لما اعتمد المخطط المديري ديال الدار البيضاء يعني فتح 30000 هكتار في وجه التعمير بمدينه الدار البيضاء. و 30000 هكتار راه ما سهلاش لحد الان من 2010 ل 2020 هذه اللحظه التي نتكلم فيها وصلنا ل 9000 هكتار عمرات ها الرحمه ها تطم الليل ها زناتها ها سيدي مومن ها الغلام هذيك في المساحه ديال المدينه. اما المساحه المعمره يعني في الدار البيضاء لم تصل بعد الى 18000 هكتار. فيعني الدوبل ديالها فتحتي انت يعني ديك 18000 او 20000 هكتار التي عمرت في الدار البيضاء عمرت على مدى 100 سنه منذ جاء اليوطي فخلق الميناء ديال الدار البيضاء عاد باش وصلنا لديك 20000 هكتار. اما انت كتجي في 2010 وكتفتح دانسولكو 30000 هكتار، وكما قلت يعني من 2010 لدابا وصلنا 9000 تحديدا 8290 هكتار التي عمرت كما قلت قبيله فيها الرحمه فيها الساسفه فيها اهل الغلام فيها سيدي مومن فيها تطم الليل فيها زناته الى اخره. فالابجديات ديال التعمير انا ملي كنفتح واحد المدينه وواحد القطب والهراويين نسيتها فكندير الاول بعد لي ريزو كندير طريق كندير الاناره العموميه وكندير التليفون وكندير وهذا هو اللي ما كيديروش عندنا في المغرب وكندير الشبكه المطريه. ما كاينش الشبكه المطريه في الدار البيضاء، طريق الرحمه تحبسات، طريق الاستاسفه تحبسات، طريق ديال سميتو ديال تطمليه تحبسات، والطريق ديال الساحليه تحبسات. وهي اللي قلت قبيله في 2014 استفاده من الدروس ديال الفيضان 2010 المشرع او السلطه العموميه المركزيه انتبهت لهذا الخلل فسطرت هذيك النقط السوداء اللي يجب ان تكون مجهزه فيها. للاسف الشديد هذه الشبكه المطريه يعني الدوله في شخص الولايه وفي شخص البلديه ديال مدينه الدار البيضاء لم يمارسوا ذاك الاختصاص ديالهم الاساسي للسهر على اخراجها الى حيز الوجود. يلا كاينين جوج اللي خدامين وباقي ما يسلموا بعد، يلا غيتسلموا في تقريبا اكور ديال مارس ولا ابريل 2021 اللي هو ديال العزبان واللي هو ديال حي السدري، في حين النقط الاخرى السوداء مازال لم تبرمج اصلا، ما دار لها لا ابيل دوفر، ما دارت لها لا انتقاء الشركات لا والو، بمعنى امتى غيداروا؟ واش 2030 هجريه ولا 2030 ميلاديه؟ لست ادري. هذا التدبير المجالي لمدينه الدار البيضاء كيطرح اشكال، كما قلنا هو انه كاين هناك ان مدينه الدار البيضاء تتمدد على مستويين، وهذه من الغرائب ديال المدن ربما العالميه في العالم، وان المدينه تتمدد على المستوى الافقي وعلى المستوى العمودي بدون الاخذ بعين الاعتبار كل المطالب اللي كتفترضها تدبير المجالين يعني الحفاظ على المناطق الخضراء، تدبير يعني المقابر في اين توجد، الاسواق اين توجد، يعني تكون واحد المدينه لها معالم وتكون لها ملامح واضحه حتى الاجنبي ولا الزائر اللي كيزورها كيعرف فين يمشي ومن هنا يخرج، في حين الدار البيضاء تتمدد بشكل عشوائي بشكل غير مضبوط. هاد بقينا نقولوا يعني الاضطراب في التدبير ديال المدينه مجاليا. نعم هو ان يعني باش نعطيك واحد الرقم يعني رقم اسود، وهو انه في تصاميم التهيئه السابقه التي كانت مبرمجه في الدار البيضاء يعني في 89 والتي انتهت في 99 ولكن بقات مستمره حتى 2010 يعني في 20 عام لم تنفذ مما ورد في تلك الوثائق الا 17% من السبيطارات من المراكز الصحيه من جرادي من ساحات من مدارس من 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 يعني المرافق التي تحتاجها المدينه.
للاسف الشديد 17% فقط 17% فقط من مجموع المرافق. نعم. يعني مثلا كتلقى بانه في ظرف 10 سنوات يجب على الضربده ان تتوفر على 500 هكتار ديال المساحه الخضراء. في حين الضربده الان لا تتوفر على هذا العدد. علاش؟ منظمه الصحه العالميه كتقول لك اودي اي مدينه يعني اوباما خاص يكون فيها 10 الامتار مربعه لكل مواطن. في حين مدن اخرى وصلوا ل 15 20 27 بحال بروكسل بحال واشنطن عندهم العتبه تجاوزوها بكثير فيان الى اخره الدنمارك يعني كوبنهاغن. حنا في الضربده عندنا 1% يعني عفوا متر مربع عفوا متر مربع لكل مواطن سميتو. علاش؟ كما قلت لانه في التخطيط ديالك انت في الميزانيه ماشي كتحرص على انك تبرمج الاموال لتنفيذ هذه البرامج على اشطر وادفاء ودفع الشركاء ديالك الحكومه والمؤسسات العموميه ايضا الى الوفاء بالتزاماتها التعليم التعاون الوطني الرياضه الصحه الى اخره. لا، الناس كيتعاملوا مع الضربده بمنطق الهمزه. انا هنا باش كندير واحد التعمير ديال الهمزه، لا ويلي الفلوس لا ويلي شي همزه انا اللي كنمشي ليها، ولكن الحاجه اللي فيها مصالح السكان وفيها المصلحه ديال المدينه ما كتكونش مطروحه. علاش؟ حيت انا الضربده ملي كنقول راها الرافعه ديال التراب الوطني راه ماشي جاوا الخبراء وداروها كهباء منثورا، لا، راه داروها على اسس مسنوده. راه المغرب الان عنده واحد التوجه افريقي خطير، وهذا التوجه الافريقي راه الا ما عندكش مدينه قويه راه ما يمكنش لك تبقى غادي في المنافسه، حيت عندنا منافسين داخلين معنا، داخل معنا اثيوبيا، داخل معنا مصر، داخل معنا تركيا، داخل معنا جنوب افريقيا. فالضرب اذا انا مني جيت درت في هذاك القطب المالي، راه ما درتوش هكاك يعني من الناحيه الترفيه، راه درتو انا باش نغزي الاسواق الافريقيه من جهه، من جهه ثانيه ملي حطيت انا الفلوس كمغربي، حطيت الملاير، يعني احنا كمغاربه، حطينا الملاير في مطار محمد الخامس، راه ماشي حيت الشيطان الفلوس باش نحطها في مطار محمد الخامس، راه باش يلعب الدور ديالو كهب. باش على اساس انني اروزي افريقيا ونطحن دوك الشركات المنافسه ديال المغرب، وهكذا دواليك. لكن للاسف الشديد يعني عندك واحد بحال ديك الاراده اللي كتقتل الشجره ديال النخيل، يعني كتجيك لتحت هي العمده وهي هذا الوالي كيجيو لتحت وكيبدا يهرسوا لك هذا المجهود وهذا المعمار اللي انت كتبنيه كمغرب، كيجيو هما تيهرسوه لك، وديك النخله الباصقه الشاهقه عوض ان تدوم وتستمر لقرون تيهرسوها لك في يومين. في ظل تشخيص الوضع دائما هو هذا المحور ربما طولنا فيه اكثر، لوحظ انه حتى في اللحظه اللي كنا ننتظر ان يتم نقل الملف واشكاليه يعني الاثار ديال فيضان الدار البيضاء الى قبه البرلمان، لتصادفت ربما من سوء الصدف ولا من محاسنها لا اعلم، ولكن ممكن تجاوبني، تصادفت مع ان النقاش الذي كان سائدا حينها في قبه البرلمان هو النقاش حول يعني تقاعد البرلمانيين ونسيت مدينه الدار البيضاء، ولم يتم القدوم الا مداخله او مداخلتين من طرف بعض البرلمانيين، ولم يتم الحديث بهذه الحرقه والتي اشجعك عليها، بهذه الحرقه حول يعني الوضع ديال مدينه الدار البيضاء ليس فقط مدينة ولكن باعتبارها قطبا ماليا مهما وباعتبارها قلب نابض اقتصاديا للمملكه المغربيه. وهذا ما يعيدني الى سؤالك الاول. نعم. ديال الحالات اليتم التي احس بها بضاوة، حيت انا مني كنلقى العمده والمجلس ديالو تخلى عليا كمدينه، ومني كنلقى الوالي والفريق ديالو تخلى عليا انا كمدينه، فين غنلقى السند؟ القاه في البرلمان، لانه هو اللي كيجسد الاراده ديال الامه، واللي هو هاز ديك الحرقه ديال التنميه وديال الرفاهيه ديال الشعب المغربي. لكن للاسف الشديد كما قلت قبيله على المستوى المحلي الناس مضاربين على القرمومه وعلى الهمزه، وراه الناس اللي في البرلمان مضاربين على القرمومه ومضاربين على البزوله. حيت من بدات الولايه التشريعيه، تخيل معي اول ما بدات الولايه التشريعيه اول نقطه طرحات هي المعاش، وبقينا احنا مغاربه رهائن المعاش ديال البرلمانيين، لا حيد لا ما تحيدش البرلمان، لا حيد ليه لا نقص ليه لا زيد ليه، في الوقت اللي البرلمانات اللي كتحترم راسها في الدول اللي فيها برلمانيين ديال بصح وعندهم الكبد على بلادهم، كيجي كيبدا يحط لك المشاريع والقوانين اللي كتساعد المواطن على انه يعيش في واحد الكونفور في الكونفور ديالو. فسي نورمال انه من وقعت الفيضان ديال الدار البيضاء يعني البرلمان ما مسوقش، لان شرط الوجود ديالهم ماشي هو انني ندافع على المصلحه العليا ديال المغاربه والمغرب، بقدر ما خصني ندافع على ديك البزوله وداك الريع اللي كيتمثل في المعاش، خاصني نبقى علما ان النسبه الكبرى وهذه عليه الصدمه، حيت كانوا الناس فقراء ولا الناس معدومين قدرت تتغمض على عينيك وتقبلها. معظم البرلمانيين لاباس عليهم، معظم البرلمانيين ميسورين، معظم البرلمانيين منعشين عقارين، معظم البرلمانيين مدراء شركات، معظم البرلمانيين محامون لاباس عليهم، معظم البرلمانيين عندهم املاك الى اخره، ومع ذلك الله طول اللهفه
حنا داك التقاعد وكذا الى اخره ماشي ناس متعففين ويعني هازين كما قلت قبيله، يعني قضيه كبرى تسمى نهضه المغرب وضمان تنميه المغرب واخراج وانتشال المغاربه من الفقر الذي يعيشون فيه. وغنعطيك واحد الرقم اخر صادم، الفيضانات ديال الدار البيضاء قلنا قبيله بانه الدوله في شخص يعني الاطراف المسؤوله بالدرجه الاولى الولايه والبلديه ما باشروش اخراج دوك الشبكات والمشاريع اللي عندها علاقه بمحاربه الفيضان. كاين واحد النقطه اخرى، كاين صندوق ميزانيه الكوارث. لا خلي ديال الكوارث غنجيو لهذيك، هذه كارثه اخرى من 2016 لحد الان، وحنا كيقول غيخرج مرسوم لا غادي يخرج مرسوم لا غادي تخرج التدابير التنظيميه الى اخره، يعني سير الضيل. هذا هو الشعار ديال الحكومه المغربيه. ففي الدار البيضاء واحد الناس عانوا، علاش عانوا؟ حيث اصلا هما يوجدون في واحد الوضعيه سكنيه هشه، اصلا يعني غير مشمولين بسكن لائق. فمني كنجي نجمع انا الدور الايلة للسقوط وكنجمع الدور ديال الصفيح اللي باقا ما تحولاتش 45000 والايلة للسقوط شي 9120 وكنجي السكن اللي يعني غير مهيكل اللي فيه 160000 اسره. اذا ملي كتجمع هذا الرقم على الرقم الثاني على الرقم الثالث كطيح فاصيلمو في واحد 210000 اسره مغربيه داخل الدار البيضاء تعيش في وضع يعني غير لائق. خاصك تعاود دير لها اعاده الاسكان وتعاود تحولها الى اخره. فبما انك نتايا هذه المشاريع ديال إعادة الإسكان تعطلتي فيها وخلقنا العمران وخلقنا إدماج السكان ولم نفلح في حل هذا المشكل منذ 2004 إلى يومنا هذا، فمن كتجي الفيضانات سي نورمال أول الناس يتضررون هما هادو، علما أن هؤلاء يشكلون حوالي مليون ديال السكان والبلدية ديال الدار البيضاء فيها 3 مليون و 300 ألف أي الثلث خارج الرادار ديال الدولة، خارج الرادار ديال الوالي، خارج الرادار ديال العمدة، خارج الرادار ديال رئيس الحكومة، خارج الرادار ديال البرلمان. والافظع هو انه لما اعتمدنا احنا كمغرب البرنامج ديال المدن بدون صفيح في 2004 في المغرب كله درنا مونتاج مؤسساتي واحد باستثناء الدار البيضاء، عزلناها على باقي التراب الوطني وخلقنا لها واحد المونتاج ديالها بوحده خاص. علاش؟ نظرا للمشاكل ديالها ونظرا للراهنيه ديالها، حيث كانت فيها تقريبا الثلث ديال الاحياء الصفيح في المغرب كانت توجد في مدينه الدار البيضاء، والفلوس تحطوا ولكن للاسف الشديد خص ذاك المسؤول اللي غيهز الملف ويمشي ويتقاتل ويتضارب مع الوزير ويتضارب مع المحافظ ويتضارب مع الوكاله الحضاريه ويتضارب مع الوينوف ويتضارب مع ليديك ويتضارب مع التعليم ويتضارب مع البوليس ويتضارب مع التعاون الوطني باش يخرج هذاك المشروع. ولكن للاسف الشديد كما قلت احنا هذا العمده تيتضارب باش يبدل البارك اوتو، البرلمان كيتضارب باش يحافظوا لهم على البزوله ديالهم على الريع. وللاسف الشديد هادشي اللي كنقول دائما خاص هادشي باسطه عينه منه. فهذا الشيء كنقول انا دائما راه الحل الوحيد في نظري وانا مقتنع به هو انه الجيش يجي يتولى مدينه الدار البيضاء، حيت عندنا عدو اللي هو البوليزاريو والجزائر وعندنا عدو في الداخل، ما يمكنش انا نبقى نقابل الجزائر والبوليزاريو وعندي واحد هنا كيدور لي في جنابي، خاصني زعما هذا العدو نطحنه. اذا هذا العدو يا اما يكون مغربي، حيت ديجا قال الملك الخيانه فيها وحده ما فيهاش جوج، اما مع المغربي اما ضد المغرب. مواقف مزدوجه. اذا انا بالنسبه لي اللي كيطحن المغاربه واللي كياكل فلوس المغاربه واللي تيمد مارس المهام ديالو انا بالنسبه لي خائن ماشي فاسد، خائن، والخائن اعلى جرم ولكن من الفساد. ولكن الأريري ربما هناك من قد يعترض ويقول على ان من خصائص القوات المسلحه الملكيه وانها ستحافظ على الامن ديال البلاد خصوصا في التخوم وفي الحدود وغيرها، والدليل كما نحتفل به جميعا ما وقع في القرقانات، وتطالب في نفس الوقت بتعطيل العمل السياسي. لا ابدا الدنين. ابدا لا ابدا عندما تقول ابدا 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 الجيش. ابدا نعم. حيث لما اقول بمطالبه تدخل الجيش لا اطالب يعني لا ماشي ميكانيكيا معناها تعطيل الدستور ولا تعطيل واحد المكسب سياسي ولا تعطيل الاليات، لا، حيت انت كحزب وانت كاليات سياسيه وانت كمنتخب اللي عطلتي الدستور عطلتي المرافق العامه. انا سنقول لك بان الفلوس كاينه والمشاريع مسطره ولم تنجزها، واش انا نخلي البلاد تريب باش نرضيك انت حقا بدعوه حقا راه كاين الدستور تيقول كذا؟ انا ما عندي ذاك الدستور ماشي قران، انا غنبدل ذاك الدستور. هذه الا مشينا في الحالات يعني الاكستريم، ولكن حنا ما وصلناش لهذ الحاله ديال الاكستريم. انا نمشيو لهاد الناس الذين يقولون بان الجيش خاصو يبقى في السكنه ديالو، لا لا غادي ناخذهم من زيت وغنقليه، غادي ناخذ لهم الدول الديمقراطيه اللي بانت فيها هذه الممارسات السياسيه. بريطانيا على ما كتلجاش الجيش ملي كتوقع في شي حاله ماشي ديال تعطيل الاليات، غير المنتخبون كيلقاو ناسهم يعني تجاوزتهم الاحداث فكيلجؤوا لواحد السند اللي هو سميتو العسكر. علاش العسكر؟ لان حريفيه عندهم الخبراء ديالهم وعندهم الانضباط معروفه، يعني ذاك الشرف العسكري في العالم معروف بين العسكري كاين تراكس نيشن. هذه من جهه،
من جهه ثانيه فرنسا ملي كتحصل وتعرك على فين كتمشي؟ كتمشي عند القوات المسلحه الطاليان. ملي كتحصل فين كتمشي؟ كتمشي عند الجيش الامريكان براسها. ملي كتوصل شي حاله ديال الاحتقان الجاوي للقوات او الحرس الجمهوري بريطانيا. ففي المغرب علاش انا عندي واحد سلاح مدمر اللي سميتو القوات المسلحه الملكيه، فيه الحريفيه وفيه المهندسين وفيه الخبراء وفيه عندهم كما قلت دائما عندهم الولاء للمغرب والمغاربه، نجيبهم اخويا ويوقفوا لي البلاد على رجلها. واحد دوموند ولا تروا موندا. علاش دوموند ولا تروا موندا؟ باش لو ستوك ديال الفاسدين ولو ستوك ديال الخونه غيمشي بيولوجيا غيموت 77 70 عام غيوصل غيموت غيمشي بحاله. وباش فهذيك دوموند كربينا واحد المخزون جديد كنجيب سلاله ديال المغاربه، سلاله ديال المغاربه مربين على ان بلادنا تكون زوينه سيتو. حيت ملي غتكون بلادي زوينه راه انا في ذاك الزين وفي ذاك الخير راه انا غادي ننتفع. نعم ننتفع جميعا. نعم من بين المشاكل ايضا اللي طرحات في من بعد الفيضانات هو اعاده هيكله البنيه التحتيه. كيف يمكن في ظل هذا التشخيص يعني اللي قاتم وسوداوي للاسف، يعني كيف يمكن التعامل مع هذا الوضع هذا ديال باش نديروا لاميناجمون توتال لهذه المدينه هذه باش تكون في الوضع الذي نريده جميعا ان يعني يكون، خصوصا انها عاصمه اقتصاديه وانها قطب عصب الاقتصاد الوطني ووضعها في افريقيا ماشي غير في المغرب. هو اذا تم حل هذا الاشكال اللي قلنا قبيله ديال يعني الجبهه الاولى اللي هي الجبهه ديال السياسيين والمدبرين وحلينا هذا الاشكال وجبنا ناس عندهم كاليبر، المشاكل هذاك الشيء كتبقى غير جزئيات وتفاصيل صغرى. علاش؟ حيت انا يعني عارف البلديه بوحدها ديال الدار البيضاء عندي 1500 ديال الاطار. ملي كنقول اطار راه باك بلس 7 راه انجينيور ديتا اطباء بياطره ديزارشيست الى اخره. داخل هذه الاطار عندي 45 مهندس ديال الحسنيه. هذه على البلديه، ما قلتش لك الولايه، ما قلتش لك العماله، ما قلتش لك لاجونس اربان، ما قلتش لك ليداك، ما قلتش لك لوينو، ما قلتش لك لو سي بي، ما قلتش لك هذه على البلديه. بالله عليك حنا كنا ساكنين في مدينه الدار البيضاء، ملي كنبدا نتجول انا وياك في المدينه ديال الدار البيضاء، واش كتبان لك البصمه ديال 45 مهندس ديال الحسنيه في الطريق؟ علما ان الحسنيه الشغل الشاغل ديال المهندس ديالها هو الطرقان والقناطر. ما كاينش. اذا سؤال واحد، يا اما فعلا المدينه ديال الدار البيضاء تتوفر على 45 مهندس وفي هذه الحاله خصنا نتسالوا علاش ما كيديروش الدور ديالهم، يا اما هاد الناس كاينين فعلا ولكن هناك جهه ما تعطل ان يمارسوا الاختصاصات ديالهم وان يمارسوا. شفنا في حاله وحده هو في الحاله ديال تصدرب المياه في الممر اللي كان ديال الزرقطوني داخل القبو، يعني كاين مياه تتسرب من الداخل وهذا وضع كارثي اللي سخروا منه العالم تماما. الضربة كانت اضحوكا يعني للاسف الشديد اضحوكا في لي ريزو سوسيو على المستوى العالمي، وهاد الناس خصهم يتقدموا للمحاكمه. حيت استمرينا في هذا العقاب واستمرينا في هذه المحاسبه راه داك اللي غيجاني من اللور من بعد نفس الشيء حتى هو غادي يقول لك انا البلديه هذه غادي بلادي اللي بغيتي تروح من غير ديافك. في حين مواطن بسيط ملي كيدير شي جريمه معينه يعني القانون يطبق عليه حرفيا، فعلاش اخويا هذا القانون ما يطبقش على العمده ويطبق على الوالي ويطبق على الوزير ويطبق على رئيس الحكومه براسه؟ احنا كنشوفوا رؤساء ديال دول كيتحاكموا، علاش الناس عندنا حنا ما كيتحاكموش؟ حكومة قدمت استقالة زعيم لا خصو يتحاكم في هولندا لا خصو يتحاكم ماشي ولا قدم استقالة اضعف الايمان اضعف الايمان يقدم استقالته حكومة قدمت استقالة يوم امس بهولندا. يعني شركة التنمية المحلية تحدثت عنها، يعني بالموازاة الى الدور اللي كيقوم به عمدة المدينة وكيقوم به الوالي باعتباره وصيا على السهر على تدبير يعني المرفق العمومي المحلي، كاين الشركة شركة التنمية المحلية الدور ديالها يعني ربما هو المواكبة أيضا وهو التنسيق مع العمودية مع الوالي من أجل يعني تنفيذ مجموعة ديال المشاريع والخروج من المأزق اللي كتعيشوا مدينة الدار البيضاء. هذا الوضع ديال هذه الشركة هذه يا أستاذ. هو لما يعني بغيو يخلقوا يعني حيت ملي كتبغي تخون الجامع كتحفر للسمعة، هادشي اللي دارت الدولة عندنا حنا. نعم. ملي بغاو يخلقوا هذه الشركة التنمية داروا لنا واحد الخطاب، لا حق الجماعات المحليه راه ما عندهمش الاطر، لا حق الجماعات المحليه راه ما تيعرفوش يسيروا، لا حق الجماعات المحليه راه عندهم واحد السير ارثوذكسي، حقها باش ما نخليوش يعني هذا الشيء في يد الجماعات، راه نخلقوا واحد شركات التنميه المحليه، يعني الاس دي ال سوسيتي ديفلوبمون لوكال، وهذا النمط المؤسساتي موجود في الدول الاوروبيه، يعني المغرب ماشي اخترع العجله، هو غير نقل التجربه، ولكن للاسف ملي نقل التجربه نقلها بشكل عوج. حيت هذيك التجربه نابعه في واحد التربه، يعني هذوك الشركات التنميه المحليه يعني هما اصلا فعلا لما خلقوهم
يعني المدن الاوروبيه خلقات هذه النماذج ديال هذه الشركات، خلقاتها لتجويد عيش المواطنين باش تزيد في لو كونفور ديال المدن ديالها. وهذا علاش حنا ملي كنمشيو لاوروبا كتبان لك بانه اللمسه ديال لو كونفور كاينه. علاش؟ لانه لكل يعني مجال كنحطوا الناس ديالهم. حنا في الدار البيضاء ملي خلقنا هاد الشركات التنميه المحليه تخلقوا في واحد السياق ديال الصراع ما بين السلطه المركزيه وما بين حزب البي جي دي، على اساس انه الا خليت انا هذه المشاريع بيد البي جي دي راه غادي يمشي يعمر بها يعني القلاع الانتخابيه القلاع الانتخابيه ديالو. ولكن للاسف الشديد البيضاوه صدقوا ساندويتش في هذا الصراع ما بين هاد الاطراف، ما بين السلطه وما بين البي جي دي. وادينا حنا الثمن، بمعنى ان هاد الشركات التنميه المحليه ماشي كلها، يعني عدد منها خاصه كازا اميناجمون لان هي اللي واخذه البرولو في هاد الفلوس كامله، وهي اللي واخذه يعني المشاريع الكبرى هي اللي واخذها تقريبا عندها 11 مليار ديال الدرهم، يعني 1000 مليار ديال السنتيم وما يزيد كتحكم فيها الشركه ديال الدار البيضاء للتهيئه. وهنا كما سبق لي قلت في مناسبات متعدده، هو انه الانسان لما يتقدم لواحد المباراه معينه ديال منصب رئيس مصلحه، مدير مركزي، كاتب عام للوزاره، مدير مؤسسه عموميه، مفتش بيطاري الى اخره، تقدم بروجي ديالو تيقول له انا الا نجحت كمفتش بيطاري ولا نجحت ككاتب عام ولا نجحت ها الدوسي ديالي ها كل التحملات ديالي لي اربع سنوات ديالي، كيعطي المعالم ديالو. وكاين لجنه تنتقي ما بين الناس المرشحين 6 7 8 10 على حسب العدد ديال المرشحين في كل منصب، علما ان بعض الوزارات الوزاره كلها تتلقى فيها 50 مليار ديال السنتيم. 50 مليار ارتيكل واحد في الدار البيضاء، غير ارتيكل واحد كيسوى 100 مليار، يعني باش نبين لك الحجم ديالنا. البارح الوكاله ديال مراكش ديال الاراد ديال يعني الوكاله المستقله ديال الاراد، الاستثمارات المبرمجه من 2020 حتى 2025 هي مليار ديال الدرهم، 100 مليار سنتيم. غير قادوس واحد ديال الدار البيضاء اللي غادي من روشنوار لزناته 140 مليار سنتيم. هذا باش نبين لك لومبلور ديال الفلوس اللي كتروج في مدينه الدار البيضاء. لوينو من طنجه حتى الكركرات، يعني لو شيفر دافير ديالو لا يتعدى 6 مليار ديال الدرهم، اللي ذاك بحال عنده 6 مليار ديال الدرهم. هذا باش نبين لك يعني الضخامه ديال الفلوس والرهانات اللي كتروج في مدينه الدار البيضاء. فللاسف الشديد يعني هاد مدراء شركه التنميه الذين يتصرفون في هذه الملايير المبريره ما كنعرفوهمش حتى كيدخلوا كيقول لك انا مدير. انا ماشي ضد فلان ولا فلانه، الوالد ولا ماشي هذا هو القصد. ولكن هذا مال عام وهذه مؤسسه عموميه، ويجب ان يتبارى على هذا المنصب ابناء المغاربه بالتساوي. واللي سيدي مولاي وعنده لو ميريت مرحبا تفضل اخويا، ماشي كنجيب انايا باراشيت وكنلصق شي واحد تما وكنجيب الطياره ديالي وكنفتح الباراشيت وكيطلع في هذاك البوست وكيولي هو المدير اللي يتحكموا في 10000 مليار ديال السنتيم. هذا هو اللي كيخلي الجوده ديال الخدمه ما تدارش. علاش؟ لان في الاول خرج مايل حيت انا ماشي جابني لو ميريت، انا ما عنديش شي كونت غنعطيه لانني ما جبتش دفتر تحملات. ما قلتش البيضاوه غندير في 4 سنين طو، ما قلتش البيضاوه غندير المشروع الفلاني وبالمواصفات الفلانيه وباللوبتيميزاسيون الفلانيه. انا حطوني هنا انا كان بحال الزاويه ساد عليا وكنعتكف في ذاك المكتب ديالي حتى كتسالي المهمه ديالي. في ظل هاد 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 هذا فساد حقيقي كاين اذا في مجموعه ديال 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 المؤسسات اللي كتدبر الوضع بمدينه الدار البيضاء، في حين انه اين المحاسبه؟ اين الفضل؟ ولا قلت قبيله يعني انه مني ما مني ما كتكونش يعني حيت هذاك الشيء اللي خصو يتسد، مجلس الحسابات خصو يتسد، هذيك الهيئه الوطنيه لمراقبه الفساد خصها تسد. المغاربه وصلوا لهذه الحاله ديال الياس، لان خصهم يديهم، حيت طالما استمرت الامور كما قلت قبيله بهذا لا حساب ولا عقاب، يعني لن تقوم ليس للدار البيضاء للمغرب قائمه. والله سبحانه وتعالى نهار 5 راك قلتيها انت في البدايه، نهار 5 يناير راه عطانا يعني واحد الفرصه باش نوقفوا على الفساد بعينينا، وشفناه يعني في المجاري وشفناه في الطرقان وشفناه في كذا الى اخره. من بين الكوارث ايضا التي ضربت الفيضانات ولحقتها الفيضانات ديال الدار البيضاء هو ملعب محمد الخامس اللي اعاد لنا سيناريو الكراطه وكيف يعني الفضيحه التي عرفها الملعب والملايير اللي تحصلت عليه في اعاده التهيئه ديالو وفي اعاده انه يكون يعني بالجوده المفترض انها تكون، خصوصا انه المغرب قدم في اكثر من مره يعني مشاريع لتنظيم كاس العالم، وهذا الملعب اللي ديال الدار البيضاء باسمه الكبير الملعب محمد الخامس عاش هاد الويلات مره اخرى وعاش الكوارث جراء الفيضانات. طبيعه الحال لانه باش نربطوا شيء بشيء،
يعني حيت قلنا قبيله النشره الانذاريه ديال الارصاد الجويه كتقول لك اودي نهار فلان فلاني ستعرف مدينه الدار البيضاء واحد التساقطات مهمه وانت كوالي وكعمده كان يفترض ان تتخذ القرار بكل شجاعه وبكل جراه ونوقف انا هذيك المقابله غندخل عند السلطات الرياضيه المكلفه والجامعيه باش نوقف طبيعه الحال باش غادي سميتو غتخبرهم هذا الشيء كيوقع في العالم كامل حيت انا يا مسؤول على السلامه العامه حيت كل في مجال اختصاصي يعني العمده والوالي علاش كنقول دائما لهاد الناس راه ماشي حيت لي شخصيهم انا كندوي على المؤسسه مؤسسه الوالي ومؤسسه العمده كانت معطله كانت نائمه كانت مغيبه نهار ماشي على نهار فيضان كانت خمس سنين حيت كون كانت فايقه ما كنجيوش نوقعوا في هاد المشاكل طحيح. هذا هو السبب الاول اللي خلى المغاربه يشوفوا ديك الشو هذه الملعب محمد الخامس وكما قلت يحمل اسم يا للاسف الرمز ديال المغاربه اللي هو محمد الخامس واش فهمتيني فلو تاجل المقابله اولا بعدا ما كناش غادي نشوفوا ديك الشبهه ثم ثانيا غتكون انت بحالك في الستاندر انترناسيونال بحالي بحال اوروبا بحال اسيا بحال امريكان ملي كتكون شي حاجه ديال الثلج ولا صقيع ولا امطار خطيره تنوقف الماتش بل مطارات كاع مطارات كيتحبسوا في العالم مطار هيترو كما قلت لك قبيله ملي كتكون الثلج في واحد المستوى معين كتحبس الحركه الملاحيه ماشي حيت انايا ما باغيش الناس يجوا عندي ولكن راه حيت انا خايف على السلامه ديالهم لا تسمح الارضيه ديال المطار باستقبال الطائرات في هذا الوضع ملي كتزول الحاله ديال الخطر يعني كنعاود نفتح الاجواء الجويه ديالي الى اخره نفس الشيء في الترانات نفس الشيء في الملاعب نفس الشيء في المدارس وهذا الشيء علاش ما داروش قلت لك العمده والولي ما داروش وقلت لك هي ربعه السطوره السباقي ربعه السطوره تمام النفس السباقي الله يرضي عليك ربعه السطوره نظرا ونظرا ونظرا وحيت اقرر ماذا ممنوع اللعب ممنوع القرايه ممنوع الخدمه نهار حيت كنت تيلي ترافاي اللي بغى يخدم راه يخدم تيلي ترافاي والقرايه راه نهار واحد ولا يومين راه غيبقى في داره لن يعيق ما يعيق شيئا ولكن للاسف الشديد نعم يعني زائد انه كيف ما قلتي وان الملعب اللي طالبتي بانه يتم تغيير الاسم ديالو كاملا وهذا من بين مره اخرى من بين المشاكل اللي كتعيشها مدينه الدار البيضاء وانه حيت الا حطينا فيه 20 مليار وحطينا فيه ثاني قبل منها الملايير اخرى وعاود دابا ثاني خصنا باش نصلحوا ثاني هذا الشيء خصنا نحطوا ثاني الملايير واش حنا نبقاو على هذه الملايير حنا واش حنا الجابون الجابون عندهم فلوس ما كيديروش هذا التبذير حنا بلد فقير فكنت نقجوا المغربي بالضرائب ونقجوا الموظف بالضرائب ونقجوا القهوه بالضرائب ونقجوا اللوزين بالضرائب علاش ماشي باش ندير شي حاجه جديده غندير سبيطار واعر غندير شي جامعه واعره غندير شي لابوراتوار واعر غندير شي لابيسين في الزهر ماشي الملح الحلو فهمتيني كتجي باش نبدر نمشي نعاود زفت ويجي الشتاء طيح الزفت نعاود نزفت طيح الزفت ونزفت ونبدل الطروبيلات ديال المسؤولين وهذا اللهم هذا اسمح لي اخويا وحده من جوج يا اما ما تبقاش تاخذ عند الضرائب ودير اللي بغيتي من هذه المدينه حيت هذه فلوسي راه كنعرق عليها راه من 6 الصباح انا كنفيق باش نمشي لوزين ولا باش نمشي للقهوه ولا باش نمشي للصيدليه ولا باش نمشي للبنكه الى اخره حسب البروفيل ديال كل واحد ولا الشيفور ديال كامل والى اخره الا كنت اخويا غتاخذ الفلوس ديالي وتلوحها في الماب ما عندي ما ندير اخويا انا بهاد الضرائب اللي تاخذها ليا دبر نتاع الفلوس بيع الحشيش ولا بيع اي حاجه وجيب الفلوس وسير هاد المدينه ولا نحيدوا هاد المسؤولين كما قلت قبيله ونجيبوا مسؤولين اللي يعرفوا يدبروا هاد الضرائب ديال المواطنين يديروا عمليه جراحيه قيصريه تماما لمدينه الدار البيضاء مره اخرى من بين العراقيل اللي يعني شبكه يعني السير ديال الحركه ديال الترامواي اصلا ايضا تعطلت واللي خلقت مجموعه ديال المشاكل مجموعه ديال المواطنين شاهدنا يعني الغرق ديال الترامواي في مجموعه ديال الخطوط ديال التحرك ديالو في الاجواء ديال مدينه الدار البيضاء هاد يعني في التخطيط عاده لمدينه معينه كيكون واحد النظره السباقيه كيف سيكون الوضع بخصوص المرتبطه بالشبكه ديال تصريف الواد الحار المياه الى غيرها وكنشوفوا حتى الكثافه السكانيه كيف غادي ترتفع في هذه النقطه وفي ممكن تنخفض هذه النقطه النزوح ديال الساكنه كل هذا الشيء المجاري والجغرافي اللي ممكن ربما اللي كيفهموا في هذا الموضوع هذا بشكل اكبر نجده في مدينه الدار البيضاء يعني غائب ان لم نقل منعدم. انا غنعطيك مزيان من جبتي ديال الترامواي كانت واحد العلامه ديال الخطر بعدا قبل ما نشتغل هي ديال لينكولن نعم ما تنساش بانه بيضاوه تحرموا من الترامواي بسبب ماذا بسبب حق الشافوطاج ديال لوطيل لينكولن طاح وراه الريزو ما خدامش غادي نحبسوا الترامواي وانا وبيضاوه ديك الساعه باقا ما جاتش الشط غير هاد لينكولن بحدها غير هاد وكانت كي قلت لك قبيله عكرام ولا ذره ديال الوطنيه نجي السوارد ديالي ونحطهم ونقول نقدم استقالتي ونمشي هاد لينكولن من 84 وهو راهن المدينه ديال الدار البيضاء تخيل معي من 84 اجيال دازت منهم انا كنت باقي صغير انا قاعد دابا على مشارف التقاعد وربما غنموت
وباقي غادي يمشي عند الله يقول لي اش درتوا السيري في هذيك ديال الكل. نقول له اسمح لي يا مولانا قلت الورثه لا راه لا راه انا ماشي مسؤول انا راك مواطن وهذا واش فهمتيني علاش حيت هاد لوطيل ديال لينكون اللي المساحه ديالو تستعد 4000 متر مربع راه المدينه اللي فيها 102000 هكتار بسبب ماذا بسبب تقادم في المسؤوليات كل واحد تيلوح المسؤوليه الاخر لاجونس ايربن كتلوح على الولايه الولايه كتلوح على العماله العماله كتلوح على البلديه البلديه كتلوح على وزاره الثقافه وزاره الثقافه كتلوح على الملك الاول ديال لوطيل اي انسي دو سويس ولكن انا مالي انا كمواطن انا كنعرف الدرابو ماروكان كنعرف الرايه المغربيه كاين فيها الممثل اللي كيمثل الدوله المغربيه والرئيس ديال الحكومه اذا هذا رئيس الحكومه غنجمع الناس اش هذاك المشكل اللي ب 84 هو واقف ومبلوكي ليا لو سونتر احسن سونتر يعني ديال الارض يكون في العالم واش كتعرف بانه في العالم يعني على المستوى الهندسي المعماري يعني كاين بعض الاشراقات نادره في العالم من بين الحظوه اللي عندنا حنا كمغرب هو انه لو سونتر فيل ديال المدينه الدار البيضاء فيه داك التراث المعماري الكولونيالي اللي تيحماقوا عليه السياح تيبغيو يجي يشوفوه ولكن للاسف الشديد يتعرضوا للتاكل ويتعرضوا للاندثار وزاد هاد لينكورن عمق من الجراح ديال وسط المدينه اللي وسط المدينه انت شتي كيفاش يعني في واحد اللحظه من اللحظات كان يعني في ابهى الصور ديالو والان اصبح يعني اوسخ واحقر يعني منطقه في مدينه الدار البيضاء بسبب هاد فملي جات الترامواي كما قلت عفوا ملي جات لينكورن وما تحلش المشكل وعانوا الناس ديال بيضاوه مع الترامواي جات الفيضانات عمقات المشكل مشكل مشكل اكثر وجبتي واحد النقطة خطيرة جدا وهي انه الامطار يعني كتحبس الطرقان راه كاين بعض المدن اللي كتعرف امطار سنوية اكثر من مدينة الدار البيضاء اللي معروفة بالمدار الاستوائي واللي ما عندهاش مشكل علاش؟ حيت انا في التعمير علاش قلنا قبيله الخبراء والمختصين هما اللي خاصهم ياخذوا القرار ماشي اصحاب الهمزة واصحاب القرمومة واصحاب الريع هما اللي ياخذوا القرار حيت ملي كيجيو الخبراء تيقول لك ودي هذه المنطقة فيها الفيضان يعني انايا باش نتعايش مع الطبيعة كاين بعض التدابير يعني تعميريه بسيطه جدا باش كنديرها في هذيك المنطقه باش نتفادى المشاكل نعطيك مثال عين الشق ولا لاكريت ولا بوسكوره ولا هذا جات منطقه عاليه ماشي مشكل كندير لها مقتضيات التعمير ديالها خاصه ملي كنجي لعين السبع وكنجي للبرنوصي وكنجي للشوار هما جاوا في مقعر جاوا في انكيفات جاوا هابطين على المستوى ماشي غنقول الناس ما تبنيوش مكذا هذا ليديال ولكن انا حيت محتاج الارض ومحتاج لبني ومحتاج لوزينات ومحتاج للديور يعني كندير واحد المقتضى بسيط اللي كنرفع من المستوى واحد النسبه معينه بحال في بوردو من جهه ومن جهه ثانيه دوك الطرق والقناطير اللي غادي نصيب حتى هما تندير لهم واحد الخصائص هندسيه معروفه على المستوى العالمي اللي تتلائم مع هذيك الخاصيه الطبيعه الجغرافيه الطبيعه الجغرافيه والطبوغرافيه الله يرضي عليك ديال هذيك المنطقه حنا كنجيو وكنتعامل مع منطقه سيدي معروف بحال منطقه الهراويين بحال منطقه الحاجب بحال منطقه السماره بحال منطقه خنيفره ماشي كنقولوا ودي لا راه الطبوغرافيه ديال هذيك المنطقه راه خاصه خصائص عمرانيه وتعميريه بها خاصه بها للاسف الشديد علاش حيت قلت كما قلت حيت هادشي معروف انا كنقول لك انا راه ماشي مهندس معماري شي معروف راه ادخل لشي معهد ولا المكتبه ديالهم يقول لي معفاك عطوني الابجديات والدليل ديال المبني في كل منطقه غيقول لك اخويا تفضل ولا تيلي شارجيه ولا يعطي لك فابور ياك هذا في حاله ما الا ما بغيتش انا نستانس بالراي ديال ديال لورد ديال الارشيتكس ياك راه عندك انت ولكن للاسف الشديد عندك اخويا لورد ديال الارشيتكس وعندك زي كما قلت بلي 1500 ديال الاطر وعندك جوج جامعات في الدار البيضاء ياك نتحدى العمده والوالده الدار البيضاء يجيو للراي العام يقول لك النهار فلان فلاني تعشينا مع الاساتذه الجامعيين ديال الدار البيضاء او فطرنا معاهم او تغدينا معاهم يعني تخيل معي مدينه الدار البيضاء فيها تقريبا 3000 استاذ جامعي من خيره الاساتذه غنحيدوا واحد الفئه اللي نقولوا مثلا اما ضعيفه اما ماشي في المستوى اما عيات ولكن في 3000 راه كاين واحد 70 ولا 80% كلها طيارات في المجال ديال التخصص ديالها في الفينانس في لا جيوغرافي في العلاقات الدوليه في التخطيط في الاصل الى اخره فانا عندي مشاكل كبرى في المدينه ديال الدار البيضاء فكل نهار غندير جدوله هاد الفريق ديال الجامعيين غيناقش معايا كذا وكذا هاد الفريق ديال الجامعيين غنكلفوا بالملف الفلاني الفلاني هذا ما يجب ان يكون عدد ما عمر العمده ولا الوالي قلت لك حاشا الجامعه المغربيه وعندي فابور مكتب دراسات فابور من عند الله ومستعدين الاساتذه ديالنا مستعدين يعطيوا لنا بلادهم هذه بطلبتهم بخبرتهم بخبرنا هاد الاساتذه راه الاغلبيه فيهم راه مبروشين مع مكاتب دراسات اجنبيه راه الناس عندهم كفاءه يعني مشهود لهم وعندهم يعني سلطه علميه في الدومين ديالهم فكيفاش كيفاش انت عندك واحد الكنز حداك ولا تستشيره وغدير بغيت نصيب على الجرده ياك
بغيت نصيف الجرده كيفاش كديروا الجره دي؟ انا راه عندي الخبراء ديالي التقنيين، ولكن انتوما شنو هما لي نوفيل طوندونس في العالم؟ غيقول لك لا بلاتي الضربه اذا ما ديرش فيها النخل، ما ديرش فيها الشجر، دير فيها كذا دير فيها كذا باش اوبتيميزي باش توفر باش كذا. غادي نجي عند الاخر الله يخليك، انا غادي ندير واحد الشبكه مطريه، غادي نمشي عند الناس ديال الحسنيه، غنمشي عند الناس ديال جيوغرافي، غادي نمشي عند لوسيبي، غنمشي الله يخليك راه هاد الدراسه كذا، غندير واحد الطابل روند غناقشوا غنتعشاو غنفطروا الى اخره. وهذا الشيء كيوقع في العالم كامل، كاين هاد الخبراء بحال كتبادل معاهم الافكار، كتبادل معاهم وهم يرشدونك الى انجع واحسن السبل لتكون الكلفه والمردوديه، كلفه قليله والمردوديه المردوديه جيده. غنمشي لك واحد المثال اخير. قبيله جبتي شركه التنميه المحليه، جاو داروا اعدام ديال حديقه الجامعه العربيه اللي تبنات في 1928. للعلم جميع الحدائق الكبرى في الدار البيضاء كلها تبنت على الاستعمار، منذ الاستقلال الى يومنا هذا لم تبنى حديقه عموميه في مدينه الدار البيضاء. درنا بعض الجنينات صغار، يعني الا خديتي مردوخ، خديتي لي كراب، خديتي الايسيسكو، لارميطاج الى اخره، هادو كلهم داروا بعد الاستعمار. حنا اش كنديروا غير كنعاودوا نديروا لا ريابيليتاسيون ديالها والتنظيف ديالها وكذا الى اخره. يعني هذه سبه في حق المغرب بعدا وحق بيضاوه، يعني 50 سنه ما دارش منتزه في مدينه الدار البيضاء. يلا دار واحد دابا في القطب المالي، ولكن مع كورونا راه مسدود، نتمنى ان شاء الله من بعد كورونا يتحل. دارته اوضه هي اللي دارته. فقلت لك هذا المثال ديال لي كراب باش نقول لك بان الجامعه المغربيه ما كتستشرهاش. جاو عدموا الحديقات ديال الجامعه العربيه وقتلوا الشجر وبيطوناو الحديقه. علاش؟ حق طيره بقر تيدير البزق ديالو في الشارع. يعني البلده حيت انت ملي غتقطع الشجر زعما راه انت قطعتي الواد ونشفوا رجليك، راه هذاك طيره بقر غادي تمشي للشجر الاخر وغادي تبزق الثاني، ونبقى انا غادي غنحش في ذاك الشجر حتى غادي نوصل للمرصى. في الوقت اللي كليه العلوم لا ديال الطريق الجديده ولا ديال بن مسيك عندنا فيها خبراء واعرين في هذا المجال ديال الطيور، ويشتغلون مع الامم المتحده في هذا الدومين. كيف ان الامم المتحده عندها الرادار شافت بان المغرب في الكليه ديال الطريق الجديده والكليه العلوم ديال بن مسيك فيها خبراء واعرين في المجال ديال الطيور يستانسون بارائهم وبابحاثهم وباطروحاتهم، وانا العمده انا مدير شركه التنميه المحليه انا الوالد الدار البيضاء ما كنحاشيش لهم. نعم هذا هذا اشكال، يعني حتى في وكنقسم لا حتى في حاله الى بغى الدراسه غادي يجيب اجنبي. حيت الحل اللي دار حل خطير واعدام الحديقه. اما الا مشيت استشرت مع خبير حياته كلها يعني عيني حفاهم في هذا المجال ديال الطيور غادي يقول لك سبحان الله كاين يعني الخبراء في الاعلام العقل الكوني راه وصل لواحد الحل راه بسيط، غدير هذه وغدير هذه وغدير هذه وغنحافظ على الشجر وغنحافظ على الرونق ديال لي كراب وغنحافظ على طيره والفلوس ديال المغاربه غنخليها في الخزينه العامه ما غاديش غنبدرها وغنخلي التعايش ديال هذه المكونات كامله. علاش؟ لان واحد السيد الدومين ديالو 30 عام هو تيحفي دماغه فيه جاب لي الحل. ولكن للاسف الشديد ما عندناش هذا المشكل ديال حتى الاهتمام والاعتماد على الكفاءات المغربيه كيبقى اشكال كبير، يعني تنلاحظوا حتى في المجموعه. خذ لاكورنيش جبت الاجانب، لاكورنيش ديال عين الدياب علاش ما تحلش؟ اني بريسيب سوني تحطينا فيه 20 مليار. نتحدى مدير شركه التنميه المحليه يجي الراي العام ويشرح للمغاربه علاش هاد 20 مليار خسرناها والبروجي لحد الان ني بريسيب سوني. جابوا كندي. انا ماشي كنطعن في الكنديين ولا الامريكيين ولا كنطعن في الجابون ولا في الموزمبيق ولا في مصر. ماشي هذا هو القصد، ولكن كندا 6 شهور عايشه في الثلج، ما عندهاش البحر، ما عندهاش ثقافه البحر. صحيح. كيفاش كتجيب واحد عايش في الثلج ويجي يصايب لي انا اللي عندي 365 يوم ديال الشمس في الدار البيضاء؟ علاش هاد المهندسين ديال المغرب ما كيفهموا حتى وزه؟ هاد لوردر ديال جارشيسيكت ولا لي بيزاجيست ولا لي زيربانيست ما كيفهموا، ولا لي زاميناجور عندنا في كازا ما كيفهموش يصايبوا جرده في لاكورنيش ديال الدار البيضاء. نجي نعطي لواحد اخر 20 مليار بروجي ولحد الان لي بريسيبسيوني، راه النباتات تتعرض للتاكل، راه الاشجار تتعرضوا للموت. غدا ثاني غنجي نقول واحد غنديروا ابيل دوفر باش نديروا مارشي اخر نشريو الشجر ونشريو النخل ونبقى عندي بير ديال النفط انايا نبقى نهز الفلوس ونحط. انا دوله فقيره، انا دوله معدامه ما عنديش فلوس، خاصني ديك الدرهم نعرف كيفاش نصيرها لفائده المدينه ديالي باش الناس تنتفع وما تحسبش عليا بانني يعني بدرت الفلوس في بلا يعني طائله فيه. نعم هذا اشكال اخر عاوتاني كيف ما قلنا ديال كيفيه التعامل ديال الدوله ديال مجموعه ديال المؤسسات في الدوله مع خبراء مغاربه اللي كما قلت يشهدوا لهم عالميا، في حين كاين هذا الاشكال كنستانسوا خبراء اجانب كيجيو لنا كيتقاموا علينا بالملايير ديال الدراهم. من بين اللقطات عطيك مثال، مثال اسمح لي يا جمال. نعم. مسجد الحسن الثاني كان عنده مشكل ديال الطيور،
بحالو بحال طيره بقر ديال لا لي قراب. ولكن الناس ديال المسجد الحسن الثاني ما خسروش الفلوس، اش داروا؟ مشاو جابوا الخبراء ديال المغرب المتخصصون في هذا المجال ديال الطيور، قال لهم ودي عندنا جامع راه معلمة هذيك راه كتصلي فيها 100000، راه في رمضان كيعمر الجامع 100000، لا يعقل ان المصلين يجيو يبزق عليه الحمام ويبزق عليه كان. فداروا تقنيات اللي الحمد لله الان راه كيصليو في امان وامن، والجامع ما خسر لناش الفلوس، والطيور ما قسناهمش، والصبعه ما ريبناش، ومريضنا ما عنده باس. اذا علاش هذوك الناس خدموا هذيك لا ماتيير غريز ديال دماغهم، وناس اخرين في جهه اخرى وفي ادارات اخرى ما خدموش؟ مشاو الحل الاسهل هو انه قطع الشجر. فوالا تماما. نعم. يعني من بين اللقطات اللي اثارت يعني غضب البيضاويين وخروج امراه تبكي على رضيعتها التي غرقت بسبب الفيضانات، واللي جاءت من بعدها الخرجه ديال العمده ديال المدينه ولم يشير الى هذا الحادث ولم يتحدث عنه كان شيئا لم يقع، وكما قلنا في التصريح ديالو هو انه تحدث على ان الوظيفه ديالو تكمن في ايصال شكاوى البيضاويين الى ساعي بريد. حيت هذه العمده اصلا ما تيحش بان رجلو نابعه من الغيز ديال البيضاوه، ما نابعاش من الغيز ديال المدينه، حيت النظام الانتخابي ديالنا جعل للاسف الشديد يعني امثال هذا الكاليبر يتحكم في 4 مليون ديال السكان، ويتحكم في 33% من الناتج الداخلي الخام. نعم. جاب 7121 صوت. نعم. في مدينه الدار البيضاء، يعني سانديك ديال العماره في حي الازهر ولا سانديك ديال العماره ديال لوسيبي في شارع 0.3% من المشجعين في مدينه الدار. نعم. يعني سانديك ديال العماره عنده مشروعيه احسن من العمده ديال مدينه الدار البيضاء. ولكن للاسف اللؤم ديال الطبقه السياسيه والتواطؤ والتامر ديال النخب السياسيه على ان هذا النمط يبقى هو اللي خلى النماذج يجي كتحكم فينا حنا، وكتعطل المسيره التنمويه ديال المغرب، وكترهن الشعب كله بسبب ان واحد الانسان عنده. فكيفاش بغيتي يفكر لك في هذه الرضيعه؟ هو ما فكرش في المغرب فيه 40 مليون ديال، وما فكرش في المغرب عنده صراعات مع دول اجنبيه، وما فكرش في المغرب عنده رهانات، وما فكرش بان المغرب عنده 1000 اتفاقيه في افريقيا، وبان كما قلت بان العمق الافريقي راه فين كاين الجدر ديالو؟ راه هو الدار البيضاء. راه باش تهبط لافريك خاصك كازا ضروري منها، راه خاصك واحد تيكي دونطري. نعم. تيكي دونطري. نعم. هذاك تيكي دونطري باش تهبط لافريك هو كازا، بغيتي ولا كرهتي. ولكن انايا داك تيكي دونطري كنقتل فيه. هذا هو السبب اللي خلى كما قلت لك بلا العمده ماشي غير يشوف هذيك الرضيعه، ما كيشوفش هو المصالح العمده. وهو قال لانه يعني التدخلات ديالو في حدود ما يسمح به القانون، هو انه في هذا يعني هذا الانترميديال اللي كيقول. اسمح لي يا خويا، انا اسمح لي انا زعما انا صراحه ماشي يعني ماشي عاد تصعقت وتصدمت، هذا كان وزير، هذا برلماني 5000 ولايات تشريعيه قبل ما يدخل الاسلام المغرب، هو نائب برلماني، ملي كنعقل هو نائب برلماني ومنتخب، ثانيا مدير ديال الحزب. كيف يعقل صاحبي دري صغير عنده 16 عنده عفوا 26 سنه 24 شاب 24 سنه في النمسا، ولا 24 سنه في فرنسا، ولا 24 سنه في الدنمارك كتلقاه طياره، وكتلقى هذا السيد هذا عنده 50 سنه وبهذه المناصب اللي دوز في حياته وباقي ما تيفهمش الشان المحلي. يعني اسمح لي يعني كاين الخلل كاين الكبار، يا اما فين احنا كمغاربه نخليو لهم هذه الارض ونمشيو على السويد ونمشيو للنمسا، واما نحيدهم كما قلت نجيب واحد سويدي ولا نجيب نمساوي ويسير لينا المدينه ديال الدار البيضاء. نعم. يعني لازلت مصر على هذه النقطه. نعم. مصر على نقطه لا حيت هي الاساس، لا حيت هي الاساس، هي المدخل، هي المدخل. حيت في الدستور ما كتبش بان السائقون والاطباء والمهندسون والمعلمون والفرامليه والفرناتشيه هما اللي غيسيروا المدينه، ما كتبش بان هاد الفئات هما اللي غيديروا التعبئه. المنتخب الدستور كاتب الاحزاب، وانت خويا حزب ما قادش، فخويا اجمع يدك. حيت الدستور انا ما عنديش الصلاحيه نمشي نطلق عباد الله، انا كلاعب كره القدم ولا كصحفي ولا كطبيب ولا كاستاذ ولا كفرملي ولا ما عنديش هاد الصلاحيه. يجي عندي غدا البوليس والجدارمي يقول لي باي صفه خويا كتحرك انت وكتعبئ الناس باي صفه؟ ولكن ملي كتكون عندي كاسكيطه ديال الحزب اسمح لي راه كندخل بصباطي، لان انا الحزب الدستور عاطيني الصلاحيه ديال تعبئه الناس. صحيح. فانت ما كتعبئش الراي العام على القضايا الجوهريه والمصيريه، ولما تعبئهم على القضايا المصيريه والجوهريه تحرصوا على تنفيذها، حيت الانتخابات شنو هي؟ هي كونترا تعاقد، انا تعاقدت معاك بان الانتخابات غادي تطلع غتنفذ طو طو طو، زائد انت الحزب ديالك في البرنامج الحكومي دار واحد التصريح، وهذاك التصريح فيه مجموعه ديال الالتزامات ما تنفذ منه حتى حاجه. اذا اسمح لي يعني العقل والشريعه متعاقدين. عرف في الحاله المدنيه كنمشي للمحكمه، وفي الحاله ديالنا كنمشي لله سبحانه وتعالى، دعيناهم الله. هذا هو صندوق الاقتراع
هذه نتمنى الناس يفهموا بانه ذاك العزوف وعدم المشاركه هو اللي كيسمح لهاد يعني هاد ضعاف النفوس وضعاف هذا يتقلدوا المهام اللي تسير الشان العام ديال اهم المدن في المغرب. يعني من بين المشاكل ايضا هو في تعويض الناس اللي لحقهم الضرر وسواء في المنازل ديالهم سواء في السيارات ديالهم الى غير هذا. يعني هذه الاليات ديال كيفيه ممكن تعويض البيضاويين الذين تعرضوا لاضرار جراء الفيضانات ديال 5 و6 يناير. كاين واحد المثل عندنا في المغرب كيقول لك انت ذبح وانا نسلخ. هذه الفيضانات اللي وقعت في الدار البيضاء الحكومه كتذبح المغاربه كتذبح بيضاوه وشحال شركه التامين تيقولوا الرئيس الحكومه احنا نسلخوا هذا كيذبح وهذا كيسلخ. علاش؟ حيت من استضافه الماكره وان في هذه كورونا القطاع الوحيد اللي جمع الفلوس بالبلاط وحقق ارباح في شي فرعونيه هارونيه هو قطاع التامينات تجاوزت 700 مليار ديال السنتيم. ما كاينش شي قطاع في المغرب اللي حقق هذه الارباح. حنا كمغاربه هذه 700 مليار ما شناش العائد ديالها على المستوى اليومي ديالنا. وحتى في الحد الادنى ديال ابراز واحد شويه ديال الوطنيه حنا ما قلناش لكم عطيونا مترو ديال الوطنيه عطيونا شبر ديال الوطنيه غير نقولوا ديال مساهمه 700 مليار راه زعما راه بزاف فهمتيني. فنعطيو منه واحد الطرف لتاويل ايجابي للقانون حيت انت ملي كتجي كيو بالطوبيل لحقا راه انت لقيتي ناعس واش تطاحت انت لقيتي ناعس وفيق حيت كيقول لا حقا البند كذا كذا كيقول بان لقيتي ناعس بوجو كاريكاتير. يعني كنقول لك التاويلات السلبيه ديال القانون واش انت ماشي كاريكاتير واش لقيتي اخويا جمال. اذا ها شركه التامين شرحت لك كيفاش انهم اولوا النصوص القانونيه بما يجوع المغاربه الذين ضاعوا في ممتلكاتهم ومصانعهم وسياراتهم. وعمده المدينه قال على ان من حق المغاربه البيضاويين انهم يلجؤوا لهذه المؤسسات. اسيدي انت وزير سابق وانت مدير ديال الحزب وبرلماني وعضو نافذ في الحزب هز التليفون ديالك ودوي مع رئيس الحكومه انا مزاوك فوق رئيس الحكومه واحد المرسوم راه ما وقعتيش خاصو يتوقع من 2016 باش داك صندوق الكوارث يسمح يتفعل لحد الان ما كاينش. واش هذا ستيلو شحال غنخسر فيه؟ فيه تشا ديال الامداد غنديرها ونشرف الجهات الرسميه وداك الصندوق غادي يحل الباب الخزائن ديال الفلوس غتدفق لمن؟ لفائده الناس الذين تضرروا. ما غنعوضهمش 100% ولكن على الاقل لتخفيف واحد الجزء منهم. هذا علاش قلت لك الفلوس راه كاينه ولكن راه الناس اللي يعرفوا فين يوجهوا هذيك الفلوس هما اللي ما عندناش للاسف الشديد. للاسف اتينا السي عبد الرحيم على نهايه هذه الحلقه. شكرا لك. لا العفو شكرا لك. شكرا الاخوان في شوف تي في. مرحبا مشاهدي ومتتبعي قناه شوف تي في الى اللقاء.